حجي عبقول لك نعم. الله ينعم عليكي. شو اسمك انت؟ هي عليك شو ظريف، شو بدك باسمي؟ اسمك امل شي؟ لا وصال. يعني ما كان اسمك امل بزمانه وبعدين سموكي وصال؟ اي لا سموني وصال من يوم ما خلقت ولزقنا ببعضنا انا والاسم. ضايقلي بنت بعمرك، هاي صورتها اذا كان شايفتيها او بتعرفي شي عنها. هاي؟ لا هي امها ما اتيت اصبح هاي. اي نعم هون كان عمرها شي 6 شهور يعني، وهلا من عمرك. وين ضاعت منك؟ عند اصحاب البيت. انت يا حالي يعني بلكي تكوني انت ومشغلينك خدامه عنده. يا عليك ظريف، معقوله انا بنتك؟ وابي وين بروح فيه؟ طيب وينه ابو العز؟ مين ابو العز؟ صاحب البيت. مين يا وصال؟ حجي بده ابو العز. امر بدي ابو العز. ليش بتعرفه لابو العز انت؟ ايه نعم انا بعرفه وكنت اشتغل عنده وانا مدهن له هذا الحيط اللي هون. لو بتعرفه او كنت تشتغل عنده كنت عرفت انه باع هون وانتقل من 15 سنه. لوين نقل؟ شو دليل عقاري هون انا؟ ولا هي حيالكم جديده لحتى تعرفوا اذا في حدا بالبيت ولا لا؟ شوف عن الحكي. لح تروح من هون ولا اجيب لك الشرطة؟ انا دقيت شان اقول لك شكرا. عفوا. تاني مرة لا تفتحي لحدا قبل ما تطلعي بالعين. كم مرة صرت منبه عليكي؟ طلعت وما بين معي غير كبكوبة صوف. هيدانو لو ما كنت هون كان دفش الباب وفات عشها اللي فيه النصيب. يا سيد انا مالي حرامي، انا في لي امانه عند ابو العز جاي بدي حصلها. روح حصلها منه ولهون لا بعد. دق الطبول الامس في بحر الاماني وكان اليوم ما كان في زرى الاسحار. هالبيت بعرفه انا لمي. هذا الي، وطالما حضرتك تعرف هيك بيت اكل هوا معناتها لازم تكون تعرف وين بيت ابو العز. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.